عاشت الأحساء أسبوعاً حافلاً بقضايا السياحة العربية. الأحساء التي تعد عاصمة السياحة العربية العام 2019 استضافت وفود 22 دولة عربية في الدورة 22 للمجلس السياحي العربي. هذا الحساء هذا طبعاً كان على رأس أولويات هذا الاجتماع دعم فلسطين سياحياً واستشراف مستقبل السياحة ومساهمة هذا القطاع في الناتج الوطني. عوض الفياض دائماً لديه تفاصيل. أم النخيل وأم العيون وحضن التاريخ والحضارة، احتضنت الأحساء أيضاً هذا الأسبوع اجتماعات عربية على مدى يومين لوزراء السياحة العرب. تحديات قطاع السياحة العربية ودعم فلسطين سياحياً كانتا على رأس أولويات الاجتماعات في عاصمة السياحة العربية لعام 2019. إلى الآن ما في أرقام، ولكن في توجه كبير للاستثمار في الأحساء إن شاء الله، وهي من ضمن الاستراتيجية الموضوعة في المملكة العربية السعودية، استراتيجية سياحية إنها تعتبر من المدن الرئيسية التي راح تستقطب إن شاء الله الكثير من السياح للتعرف على الثقافات الكبيرة اللي موجودة في هذه المدينة الجميلة. الأحساء الحقيقة قدمت منتج رائع في 2019، نسخة جميلة ودرس يحتذى به، وإن شاء الله يكون مرجع في المستقبل لكل الدول أو المدن العربية اللي تنوي احتضان العاصمة في السنوات المقبلة. وتم أيضا مناقشة معايير اختيار عاصمة السياحة العربية، وأيضا تم مناقشة أيضا دعم القدرة التنافسية للمنشآت السياحية في الدول العربية وتسليط الضوء على دعم قطاع السياحة في دولة فلسطين. وتم مناقشة أيضا المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، وكذلك دعم محور الإحصاءات والمعلومات لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة. أسسنا لمرحلة جديدة من العمل إن كان على مستوى المنظمة العربية للسياحة أو على مستوى التعاون الإقليمي ما بين منظمتنا وما بين المنظمة العالمية للسياحة، وأردنا أن نقول بأن منطقة العربية بالفعل تملك من المقومات من أن تكون ضمن التصنيف العالمي الكبير والرقم العالمي الكبير. ومع إطلاق التأشيرة السياحية في السعودية هذا العام، شهد القطاع السياحي في الأحساء دفعة قوية على الرغم من غياب الاستثمارات الكبيرة أو إطلاق مشاريع جديدة. تحتضن الأحساء لفيفاً من الاجتماعات العربية رفيعة المستوى في مجال السياحة، تأكيداً على مكانتها السياحية والحضرية. لكن يبقى السؤال العالق هنا في الأحساء، كيف سيتم تطوير الملفات السياحية والاستثمارات السياحية في الأعوام القادمة؟ الآن يجب على كل فنادق والشركات السياحية في الأحساء، وأنا تكلمت مع بعض الأخوان، أن عمل اتفاقيات مع شركات سياحية لها صيتها في دول أوروبية، في أمريكا، في شرق آسيا، اتفاقيات جلب السواح، المرشدين السياحيين، شركات سياحية، أنهم يعملوا اتفاقيات مع شركات كبيرة على مستوى العالم أن تسويق الأحساء بالطريقة العكسية. فأعتقد أنها حتكون لها أثر كبير جداً، وأكيد حيكون لها إمباكت جداً قوي للفنادق، للأسواق الشعبية، للمناطق السياحية. بإذن الله الأحساء مقبل على شيء كبير. ومن الأحساء أعلن عن اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية في العام القادم، فيما تتأهب الأحساء لاستقبال المزيد من المهرجانات والسياح. عوض الفياض، MBC، الأحساء.